جميع الهدن سيدي الكريم، فسمع اطلاق دوي رصاص من حاجز دوار الملعب وحاجز دوار الاسكان وحاجز الفروسيه، وتم اختراق الهدنه ايضا في حي المناخ حيث قاموا باطلاق القذائف واطلاق النيران على المنازل. نحن لا نتوقع من النظام ان يحترم اي هدنه، لانه على اي ساعه بالتحديد كان اطلاق النار هذا؟ سيدي الكريم، يعني بعد صلاة الفجر سيدي الكريم تم اطلاق الرصاص العشوائي. يوميا يحصل اطلاق رصاص عشوائي. هذا وافادت شبكة سوريا لحقوق الانسان بان 100 شخص قتل